قدم شيء أفضل. انتقلت حق جروب البلام رسمي؟ بالعكس، أنا والله مع الفنان طارق العلي والفنان حسن البلام، وأتشرف بالجميع. لو يالك عرض من طارق العلي من أول وجديد تروح؟ طبعاً طبعاً، محمود حبيبي وأستاذي، ويظل هو الانطلاقة معاه بس إذا في عرض. للحين ما في شيء. ما في عرض؟ لا ما في شيء للحين. أي للحين ودك تقول له عطني عرض؟ بس المسرح فاضي. اي لا بالعكس والله، ابو محمد يعني الشغل معاه وناسه ومتعه، وليه قدام بالمستقبل بالعكس ليش لا. انتجت